صباح الخير يا حبايب قلبي. النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا جدا. ناس كتير بيقولوا لي يا شيري احنا مش بنعرف نصرف، ومصروف البيت مش بيكفي، ومش عارفين نمشي في الغلاء اللي احنا فيه، وفي حاجات مش عارفين نعملها كتير في حياتنا، وبيسالوني بيقولوا لي نعمل ايه، نكفي بيتنا ازاي باقل اقل التكاليف. اهم حاجه يا حبايبي لازم تعرفوها ان احنا لازم نحط في دماغنا ان احنا لازم نعيش باقل اقل الامكانيات. واول حاجه لازم تحطيها في دماغك ان لازم الدنيا تمشي، وان احنا ما عندناش حاجه غير كده مبدئيا، ان احنا لازم نكون راضيين ولازم نظبط امورنا على الوضع اللي احنا فيه. فلازم يا حبايبي نحاول ان احنا نمشي حياتنا باقل اقل تكلفه ممكنه. ازاي بقى يا حبايبي؟ قبل ما اتكلم في الموضوع دوت، انا بشكر جدا مطبخ سيرينا. الست دي يا جماعه عظيمه جدا بجد، انا استفدت منها حاجات كتير جدا جدا بصراحه، وهي السبب ان هي حببتني في ان انا افتح قناه. وبجد انا استفدت منها كتير قوي في بيتي وفي حياتي كلها. فانا بشكرها جدا، وبشكرها على يعني كلامها اللي اثر فيا جامد في حاجات كتير جدا جدا بصراحه. تاني حاجة يا جماعة، ان احنا لازم نبعد عن ان كل يوم تنزلي تصرفي وتجيبي حاجات ملهاش لازمة، وتلاقي مصروف البيت كله خلص على الفاضي. عشان كده لازم تحاولي تخلي بيتك مستور على قد ما تقدري. وست البيت يا جماعة هي المسؤولة عن كل حاجة. الست هي المسؤولة عن البيت، وهي مملكة البيت، ملكة البيت هي الست. كل حاجة بإيديها، هي اللي بتخلي بيتها مسطور او هي اللي تخلي بيتها مش مكفي وتبقى تعبانه وتشتكي. فالست هي كل حاجه في البيت، حتى لو امكانيات جوزك ضعيفه برضو هتعرفي تمشي بيتك ازاي. في بنود اساسيه يا جماعه هتجيبيها. زي ايه؟ بتجيبي مثلا كيلو لحمه مفرومه، بتجيبيها بتعصجيها، بتضيفي لها مثلا نص كيلو بصل، بتضيفي لها ربع كيلو فلفل اخضر، بتضيفي لها التوابل بتاعتك، بتضيفي لها حاجات مفيدة، بتكتري اللحمة بتاعتك ازاي، بتعرفي ازاي توفري في بيتك. بتجيبي اللحمة دي بتعصجيها وبتقسميها على اكياس، هتعرفي بقى منها انك تعملي حاجات كتير جدا، اصناف كتيرة جدا 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 هتكفي معاكي. زي ايه مثلا؟ هتعملي منها مكرونة بشاميل مرة وجبة كاملة حلوة، وهتأكلي ولادك حاجة نظيفة وحاجة جميلة وحاجة انت عاملاها بايدك في البيت، وحاجة موفرة وفي نفس الوقت يعني بتأكليهم حاجة صحية وضمناها. مرة هتعملي مكرونة بشاميل، مرة هتعملي بامية باللحمة المفرومة، مرة هتعملي فاصوليا باللحمة المفرومة. هيطلعلك 4 وجبات من كيلو اللحمة اللي انت هتعصجيه وتحطيه في التلاجة وتفرزنيه وتحطيه في التلاجة، هيطلعلك منها 4 وجبات. مرة هتعملي طاجن مكرونة زي بتاع المحلات وجنبيهم حبة سلطة. يعني مره هتعملي مثلا بطاطس محشيه باللحمه المفرومه، مره هتعملي سبانخ باللحمه المفرومه. هتلاقي الكيلو اللحمه ده بصراحه عملتي منه اكلات وجبات كتير جدا 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 باقل اقل الامكانيات. هنعمل ايه تاني؟ هنجيب مثلا برضو نص كيلو فراخ بانيه. هنعمله ايه؟ هنعمله فاهيتا. هنعمل فاهيتا ازاي؟ هنقطع بصل عليه، وهنقطع فلفل الوان، وهنحط التوابل بتاعتنا، وهنحطها في التلاجة على 4 اكياس او 3 اكياس. هنعمل منها مثلا مرة بيتزا بالفاهيتا، برضو وجبة متكاملة وجميلة. هتعملي مثلا منها مرة كريب بالفاهيتا، هتعملي منها وجبات كتيرة جدا. هتعملي هتشوحيهم كده وتعملي جنبهم حبة مكرونة وحبة سلطة، اهي اكلة حلوة عدت. هتلاقي نفسك ان انت استفدتي بحاجات كتيرة جدا جدا باقل الامكانيات اللي عندك، ومشيتي بيتك وكل حاجة في بيتك موجودة، وولادك مش محرومين من اي حاجة وبيأكلوا كل حاجة. واحلى حاجة واعظم حاجة بيأكلوها وافيد حاجة، هتلاقي نفسك عملتي حاجات كتيرة جدا جدا من لا مفيش. هتجيبي مثلا برضو الاساسيات، هتجيبي كرتونة بيض. برضو يا حبايبي البيض ده مهم جدا في البيت، ما تقطعش خالص. يوم مثلا ما تغلبي في الاكل، مثلا مرة هتعملي عجة، صينية عجة كده محترمة بالبصل بالخضرة بالبطاطس مثلا
مره بالطعميه، مره بالبطاطس، مره يعني العجه دي ليها وصفات كتيره جدا جدا جدا، لو احنا دخلنا فيها مش هنخلص. هتعملي مثلا يوم تاني شكشوكه بالبيض وجنبيها مثلا طبق سلطه، طبق مخلل. هتعملي مثلا مره بطاطس محمره. هتعملي وجبات كتيره قوي قوي من البيض، يعني لو دخلتي على البيض لوحده ده هتلاقي نفسك عملتي حاجات كتير. هتعملي بيض مدحرج، هتعملي كشري بالعدس الاصفر وتحطي فستيه بيض، بيض مسلوق. الوجبه دي برضو مغذيه جدا جدا. ممكن تجيبي مثلا تونه، علبه تونه، تعملي معاها مثلا بيتزا، تعملي مكرونه بالتونه، بتبقى تحفه جدا جدا جدا. هتاكلي ولادك احلى اكل وبتكاليف بسيطه جدا جدا. واهم حاجه ان انت ما تنزليش مثلا، تنزلي بقى تروحي اماكن تقعدي تشتري تشتري تشتري، وفجاه تلاقي نفسك جبتي حاجات كتير بفلوس كتير، وفجاه تلاقي نفسك ما جبتيش حاجه مفيده. حاولي تمسكي ايدك في الصرف، يعني ما تجيبيش اللي هي اي حاجه، تجيبي الحاجات اللي بيتك هيستفيد منها. مثلا ممكن الدقيق ده يا جماعه لازم في البيت، ضروري جدا جدا جدا. الدقيق مهم جدا، بتعملي منه حاجات كتير واصناف كتير جدا جدا، برضو بتمشي بيها بيتك، بتعملي منه البيتزا، بتعملي منه كريب، بتعملي فطاير كتير لو انت شاطره في المعجنات والحاجات دي، يبقى انت كده بيتك هيبقى يعني مستور، بيتك هيبقى فيه خير. هتعملي اصناف كتيره جدا جدا من الدقيق يا جماعه. فطاير هتعملي مره فطاير بالجبنه، هتعملي مره فطاير بالتونه، هتعملي مره فطاير بالبسطرمه، هتعملي حاجات كتير 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 بالدقيق ده. فعشان كده بقول لكم الدقيق ده مهم جدا 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 ان احنا ما نقطعوش من البيت. في حاجات اساسيه يا جماعه ما تتقطعش من البيت، زي قلنا اللحمه المفرومه كيلو، بتجيبي كيلو لحمه مفرومه. الصدور البانيه دي ما تتقطعش من البيت خالص، برده قلنا هنعمل بيها ايه. الدقيق يا جماعه، البيض، كرتونه البيض دي لازم تكون موجوده في البيت، مهم جدا. في بتعملي برده زي ما قلنا بتمشي بيتك بحاجات كتير وحاجات مهمه جدا جدا جدا. يا جماعه برده الفول اهم حاجه، برده الفول يكون موجود عندك في البيت، بتدمسيه. برده ان شاء الله هعمل لكم فيديو عن طريقه تدميس الفول ازاي. بتدمسيه، بتجيبي كيلو فول بتحطيه في الدماسه بتاعتك، بتحطي معاه طماطمايه وليمونه، وبتحطي معاه فصين توم كده بيدي لها حلوه، وبتسيبيه على نار هاديه، هتلاقيه اتدمس وجميل جدا جدا. هتفطري منه هتتعشي منه، ده برده مهم جدا في البيت، ما تقطعش من البيت. كمان يا حبايبي ممكن بتعملي من الفول برده وجبات كتير، بتعملي فول بالبيض، بتعملي فول بالطماطم برده. لو انت محتاره مثلا تمشي اليوم ازاي، ممكن تفطري منه وتتعشي منه، مش لازم تتغدي منه، بلاش لو انت مش حابه الموضوع ده طبعا. ممكن تخليه للفطار والعشاء، تعملي منه اصناف كتير جدا، مره تعملي بيض بالبسطرمه، مره تعملي فول بالبيض بالبسطرمه، مره تعملي فول بالبيض بس، مره تعملي فول بالطماطم بالثوم، تحفه جدا. ففي اكلات معينه دي ما نستغناش عنها خالص. كمان يا جماعه العيش، العيش ده مهم جدا، لو انت بتعرفي تعملي عيش في البيت برده من الدقيق هتعملي احلى عيش في البيت، تحفه، هتوفري. العيش دلوقتي بره غالي جدا، لو انت عندك بطاقه تموين برده بتجيبي العيش منه، برده ده كويس جدا. لو ما عندكيش بطاقه تموين ومضطره ان انت تشتري العيش من بره، بتجيبي كميه كويسه وبتفرزنيها تحطيها في الفريزر، وبتقطعيها نصاص او اربع عشان تحافظي على لقمه العيش ما تتهدرش منك وتترمي. ويبقى عندك عيش في الفريزر، حابه في اي وقت تاكلي تتعشي تفطري تتغدي، يبقى عندك العيش بتاعك موجود في الفريزر. ايه تاني كمان يا حبايبي؟ الطماطم. الطماطم دي لا غنى عنها في كل بيت، واسعارها رخيصه جدا دلوقتي. ممكن برضو تجيبي كميه طماطم وتفرزنيها تعمليها صلصه. انا عملت معاكم فيديو قبل كده ازاي نعمل الطماطم صلصه ونكيسها في كيس ونحطها في الفريزر، دي برضو مهمه جدا 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 ما نستغناش عنها خالص في كل بيت. ايه تاني؟ في حاجات تانيه برضو لازم البيت ما يستغناش عنها يا جماعه خالص. اهم حاجه انك تعمليها برضو انك ما تروحيش تجيبي حاجات غاليه من مثلا هايبر ماركت، تجيبي الخضار، الحاجات اللي بيبيعوها الخضروات، الخضار بتاعهم غالي جدا. ما يفضلش ان انت تروحي تجيبي من هايبر الخضار، غالي جدا جدا. انت بتروحي السوق بتاخدي العربيه بتاعتك مثلا، او بتاخدي العربيه اللي هي الصغيره بتاعتك اللي بعجل دي، وبتمليها خضار وبتيجي تفرزنيه وتحطيه في الفريزر، بيقعد معاكي مده كبيره.
لكن لو رحت الهايبر وجبت الخضار بتاعهم طبعا ده غالي جدا جدا، هكلفك فلوس كتير كتير، وهتدفعي فلوس كتير، وفي الاخر مش هتحسي ان انت استفدتي اي حاجه ولا جبتي اي حاجه مفيده. برضو يا جماعه، من ضمن الحاجات اللي لازم تبقى في بيتنا على طول الجبنه. الجبنه دي مهمه جدا جدا، علب الجبنه اللي هي نص كيلو دي مهمه جدا ان هي تكون في الثلاجه عندك، برضو عايزه تفطري عايزه تتعشي منها. ممكن برضو تعملي منها اصناف وانواع، ممكن تجيبي الجبنه وبتخرطي عليها طماطم، بتخرطي عليها فلفل رومي، بتحطي عليها معلقه زيت زيتون، وتحطي عليها توابل اللي انت بتفضليها، بتبقى اكله مفيده جدا. وممكن تتعشي منها لو انت بتعملي دايت، حلوه قوي للدايت، ممكن تفطري منها، ولادك هياكلوا منها وهيبقوا فرحانين ومبسوطين. جنبيها بيضه مسلوقه مثلا، بتبقى اكله مغذيه جدا جدا. فانا بقول لكم افكار يا جماعه، علشان الناس بتشتكي ان مرتبها مش بيكفي وما بتعرفش تمشي بيتها وحياتها. فانا بقول لكم حبه افكار يا رب تستفيدوا منها. انا عامله القناه دي والله للاستفاده، ان احنا نستفيد كلنا من بعض. وانا والله برضو ما كنتش بعرف امشي البيت، بس لما استفدت من الفيديوهات اللي بسمعها برضو من مطبخ سيرينا، بصراحه افادتني جامد جدا جدا، وكتر خيرها بجد، قالت لي على حاجات مهمه جدا جدا ومشيت عليها فعلا، واستفدت كتير كتير. اللبن يا جماعه ده برضو مهم جدا، ان انت لازم اللبن ما يتقطعش عندك من البيت، لان اللبن ده عنصر اساسي وعنصر غذائي. هتستحبابي اللبن ده طبعا مهم جدا في البيت، ما يتقطعش اللبن من البيت خالص، لان ده عنصر اساسي، وفي كالسيوم طبعا للاطفال مهم جدا. يبقى اللبن والبيض والجبنه دول ما يتقطعوش من البيت خالص، دي حاجه اساسيه جدا جدا. تاني حاجه ان احنا لازم نحافظ على مستوانا، يعني ما نهدرش قلنا في الحاجات اللي ملهاش لازمه، ونجيب حاجات غاليه جدا ملهاش لازمه. لازم نجيب الحاجات اللي ليها لازمه وحاجات تكون ضروريه جدا. لازم كمان يا حبايبي ان انا احاول انظف اكلي واخليه جودته عاليه، يعني اعمل حاجه بنظافه، حاجه بجمال، حاجه تفتح النفس. احط الطبق مثلا كده اجرنشه، العين بتاكل قبل الـ يعني النفس ما بتاكل، العين هي اللي بتاكل. لازم اجرنش طبقي، انضفه كويس جدا، اطبخه بطريقه جميله كده، ريحته تبقى جميله. ممكن انت تروحي تاكلي بطاطس محمره مثلا وطبق بسيط، وفي نفس الوقت تلاقي طعمه جميل وتحفه وتبقي مبسوطه منه. وممكن تاكلي فراخ عند حد مثلا تبقى ريحتها زفره، او لحمه ريحتها زفره وتبقي مش حابه، يعني ممكن تاكلي حاجات بسيطه وطعمها جميل، وممكن تاكلي حاجات غاليه وطعمها مش حلو وريحتها وحشه وتبقي قرفانه منها. فلازم تنضفي خضارك، تنضفي حاجتك كويس جدا قبل ما تعمليها، وتعمليها بطريقه تفتح نفسك وتفتح نفس اولادك على الاكل. يبقى احنا قلنا ان اللحمه المفرومه دي اساسيه يا جماعه، وقلنا ان الفراخ البانيه دي برده مهمه جدا، تجيبي نص كيلو هيقعد معاكي برده، هتعملي كذا اكله، مهم جدا جدا. كمان يا جماعه قلنا نسيت اقول لكم على البليله، البليله مهمه جدا برضو، ممكن الولاد يفطروا منها ويتعشوا منها، ومفيده جدا جدا كمان، دي ما تتقطعش من البيت خالص. بتجيبي نص كيلو بليله، بتنقعيها الاول كده نص ساعه، وبعد كده بتحطيها على النار زي الفول كده، وبتوطي عليها لحد ما تستوي كويس جدا. بتحطي بقى معاها، عايزه مثلا تعملي عشوره، بتعملي مثلا تحطي عليها فانيليا وتشربيها بمعلقه فانيليا كده، بتديها ريحه جميله. تفطري منها كوبايه كده وتتعشي منها، جميله ومش بتتخن برده، حلوه قوي. حاجه تانية يا جماعه عايزه اقول عليها، ان انت ممكن برده شوربه الفراخ واللحمه مثلا، بتجيبي نص كيلو لحمه، بتاخدي الشوربه بتاعتها تفرزينيها برده في الفريزر، بتخليها بتعملي منها اكلات. ممكن مثلا انت عايزه تمشي بقيه الشهر، ما عندكيش مثلا فراخ، ما عندكيش لحمه، ما عندكيش حاجه، بتجيبي كيس الشوربه ده بتطبخي عليه اللي انت عايزاه، تعملي مثلا حله محشي، بتبقى حلوه قوي وريحتها جميله. بتعملي مثلا اي خضار بالشوربه دي، جنبيهم حبه رز بالشعريه، بيبقى تحفه جدا وجميله. فانت الست هي المسؤوله عن البيت، اللي هي بتعرف تمشي بيتها ازاي. يعني من الشوربه دي ممكن هنعمل حاجات كتير جدا. برده شوربه الفراخ يا جماعه برده بتحطي عليها توابل جميله، وبتحطيها برده في اكياس، وبتحطيها في الثلاجه برده، بتعملي منها وجبات اخر الشهر برده. لو انت معكيش فلوس تجيبي فراخ ولحمه، بتعملي صينيه بطاطس جنبيها حبه رز بالشعريه، برده بتقضي اليوم وبتحمدي ربنا وبتشكري ربنا. برده يا جماعه البطاطس دي ليها برده ما تتقطعش من البيت، لان هي ليها استخدامات كتير قوي قوي قوي. ممكن بربع كيلو لحمه هتعملي صينيه بطاطس بالبوريه، تحفه جدا.
باللبن والبيض والبوريه، هبقى اعملها لكم ان شاء الله في القناه. ممكن بتعملي بالبطاطس برضو، بطاطس مهروسه بالثوم والخل، بتبقى طعمها حلو قوي، ممكن تفطري منها بتتعشي منها. البطاطس ليها انواع كتير، بطاطس محمره، بطاطس بالكباب، عملتها لكم قبل كده برضو في القناه عندي. بتجيبي فحمه وبعد ما تحمري البطاطس بتحطي عليها بقدونس وكزبره، خضروات كده بتقطعيها صغير، وبعد كده بتحطي معاها فحمايه وبتغطي عليها، بتبقى عامله زي الكباب بالظبط، بتبقى تحفه جدا. برضو البطاطس بنعمل منها اشكال والوان كتير كتير جدا، برضو البطاطس ما تقطعش من البيت خالص. ايه تاني برضو هقول لكم على افكار تانيه جميله.